بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلت أتحدث معكم ونحن في يوم الأحد، وطبعا سنكمل في كل أحد نفس الحديث عن مفهوم أو كيفية التنافس وأخذ المنحة الدراسية. طبعا المنحة الدراسية متاحة الساعة مثلا $20، لكن تشمل 10 ساعات حضور، فكأنه الساعة $2. طبعا الآن أنت لو أخذت دروس تقوية، يعني أحد أخذ دروس تقوية في مجال العلوم والحساب والآرت وكذا، اللي هي المسارات هذه، سواء علمي وأدبي، عندنا 6 مواد. الآرت هو نوعين، في ناس أو هوايات اللي هي الفري آرت اللي هو مع آرت، الفن غير المقيد، الفن يعتبر فن الابتكار، فن أفكار الفكرة، يعني هذا يعتبر فن، صاحب الاختراع فن، فحيتمكن الطالب من معرفة نظام الاختراعات وكيف الاختراعات وكيف يخترع، وفي نفس الوقت يتمكن من عمل التصميم للمنتج، يعني ممكن يصمم منتج يباع في السوق، يعني يعتبر براءة اختراع، سواء هو يعني ياخذ براءة اختراع في الاثنين، لأنه ما حد يستطيع يصمم إذا ما عنده موهبة، فنحن بندرس الموهبة. طبعا هذا التدريس غير مسبوق، يعني ما في جامعة أو تدريس مثل هذا إلا في تونجي في الصين جامعة، بس تدرس السن الكبير مش الصغير، نحن الصغار. طبعا نحن الصغار نعتبرهم كبار، ونعتبرهم هم صاحبين أصحاب الخيال وأصحاب الابتكار، يعني لو الصغير يبدأ من 12 سنة 5 سنوات يستطيع أنه يبتكر، ونسجل له اختراعه وبراءة اختراعه في كتاب حقوق الملكية الفكرية 50 سنة مش 20 سنة. طبعا نحن 20 هؤلاء سوف تسجل لهم كتب، يعني مدة 5 سنوات هو يدخل في اختراعات الحديثة اللي هي مثل السيارات الكهرباء والإنترنت أوف ثينجز وكذا والأشياء دي، فنحن حندرس هذه المواد. طبعا هذه المواد الآن تدرس للكبار، لكن الساعة $200، نحن الساعة $20، لأنه نحن نعتقد أنه السن هذا هو سن الابتكارات والعمل أو التدريس، يعني هو حيصبح مدرس عشان يموت.